اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الاخير من برنامج الترند والفقره الحواريه مع الكابتن احمد فوزي. ولكن واحنا في الفقره الحواريه، رابطه الانديه اصدرت قرارات متعلقه بنسخه مسابقات الرابطه اللي هتنطلق باذن الله الشهر المقبل. يمكن الرابطه السنه دي عامله نظام مختلف، مفيش نظام النوك اوت، عامله مجموعات. احنا عندنا 18 فريق في الدوري العام، فانت هتقسم المجموعات مثلا على اربع مجموعات، كل مجموعه فيها اربع فرق، ولكن في مجموعتين فيهم خمس فرق. فبالتالي هنشوف النهارده شكل المباريات وترتيب المباريات ازاي. في مجموعات كل فريق يلعب ثلاث ماتشات، وفي مجموعات اخرى كل فريق يلعب اربع مباريات. المفاجاه بالنسبه لنا لما تم الاعلان منذ دقائق قليله جدا عن مباريات كاس الرابطه، النادي الاهلي قدام قناه على الشاشه الجوله الاولى هيلعبها مع انبي يوم 10 ديسمبر. قدام قناه دي جدول المباريات، الاهلي وانبي يوم 10 ديسمبر. شايفين باقي الماتشات بقى، الاهلي وانبي ده في استاد السلام الساعه 7، احنا هنتكلم على الاهلي تحديدا. طيب الجوله الثانيه يوم 22 مارس 2025 مع حرس الحدود. الجوله الثالثه 22 ابريل مع فاركو، 22 ابريل 2025. اذا الاهلي عنده في المجموعه مع انبي، حرس الحدود وفاركو، هيلعب 10 ديسمبر مع انبي، 22 مارس مع حرس الحدود، 22 ابريل مع فاركو. وشايفين بقى الادوار النهائيه اهو، ربع النهائي اول المجموعه الاولى بيلاعب تاني المجموعه الثانيه. هم اربع مجموعات، كل مجموعه اربع فرق، ولكن في مجموعتين هم بس اللي خمس فرق. طب هو الاهلي اصلا في انهي مجموعه؟ ما هو الاهلي هيقولوا لنا دلوقتي الاهلي بالظبط في انهي مجموعه. انا حتى فوجئنا، انا ما كانش هو كان في قرعه ولا كان في نظام النهارده، احنا اتفاجئنا بترتيب المباريات وجدول المباريات. ربع النهائي الاول المجموعه الاولى مع تاني المجموعه الثانيه، اول المجموعه الثانيه هيبقى نظام المقص يعني، والثالثه يواجه الرابعه، وبعد كده نصف النهائي يوم 6/6 والفاينل يوم 9/6. اذا البطوله مستمره ابتداء من 10 ديسمبر لغايه 9/6/2025. ده الاهلي المفروض 9/6 دي بيستعد للسفر لامريكا. طيب لكل حدث حديث لما نقرب من وقت شهر 6 ده ان شاء الله، لو الاهلي كمل في البطوله اذا لعب بس بالفيرست تيم. ولكن عايز اقول حاجه مهمه جدا، 10 ديسمبر مباراه الاهلي مع انبي حسب معلوماتي، وده قلناه قبل كده، الاهلي عنده مباراه مع اورلاندو بايرتس يوم 7 ديسمبر في جوهانسبرج. هيرجع هيبقى عنده 48 ساعة يوم 8 ديسمبر و9 ديسمبر يتمرن، ويسافر 10 ديسمبر يوم مباراة الأهلي وإنبي ده. الأهلي هيسافر إلى قطر، وتم تحديد ميعاد السفر، والفيفا تم إختاره بالمواعيد، وكل حاجة ترتبت خلاص بالسفر يوم 10 ديسمبر. هل هذه المباراة هتبقى بالفيرست تيم، ولا ممكن يتم الاتفاق إن الأهلي ممكن يلعب بفريق الأهلي مواليد 2005 اللي بيقوده حاليا الكابتن عبد الحميد حسن ميدو؟ ده هنحاول نعرفه اذا ما كانش في الحلقه النهارده باذن الله الاسبوع اللي جاي لما يكون عندنا تفاصيل اكتر. بس فكره الاهلي يلعب بالفيرست تيم بعد العوده من جوهانسبرج بيومين في الماتش ده، وهو مسافر قطر في نفس اليوم، عنده ماتش بعد 72 ساعه في مباراه جايزتها بس لوحدها بدل ما يبقى معاك 2 مليون دولار يبقى معاك 4 مليون دولار، فالموضوع يعني ليه ابعاد مختلفه كبيره جدا. تحب تعلق على ماتشات كاس الرابطه ولا لا؟ انا مش يعني مش عايز اعلق، لان ما اعرفش اتعملت امتى، واعتقد ان ما حدش دعا للقرعه. انا فاجئت بالخبر ده دلوقتي. ايوه يعني فانا مش عارف ظروف ايه، وما اعرفش موضوع 10 ديسمبر ده. المفروض ان دي حاجه يبقى اللي بيعمل القرعه واخد باله منها، انما ممكن يتعدل ويبقى يوم 9 مثلا. والاكد كده حتى لو 9 الاهلي راجع من جنوب افريقيا 7 ممكن. انا زي ما قلت لك ويرجع بالليل، زي ما قلت لك اعتقد ان النادي الاهلي هيلعب بالصف الثالث او بالفرقه بتاعه 2005. ده وارد جدا، وهتبقى بالنسبه له بيشارك لعيبه في بطوله رسميه، وتبقى حاجه كويسه جدا.